استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصغير هذا اليوم وفدا من سيدات الأعمال بروسيا الاتحادية الصديقة، وذلك بمناسبة زيارتهن للمملكة. ورحب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء بالوفد معربا عن تطلعه بأن تسهم زيارتهن للمملكة في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما الصديقين. وأشاد جلالته بروابط الصداقة التاريخية وبالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في ظل الحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات، معربا حفظه الله عن تقديره لدور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وجهوده الطيبة في ترسيخ دعائم هذه العلاقات المتميزة. وأكد جلالته أن الموقع الاستراتيجي للمملكة جعل منها وجهة مثالية للاستثمارات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى الحرص المستمر على تعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين من خلال توفير كافة المزايا والحوافز والموارد البشرية المؤهلة في كافة القطاعات. ونوه جلالته بدور جمعية سيدات الأعمال البحرينية وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني من خلال برامجها الهادفة لتأهيل رائدات الأعمال وإقامة شراكات ومشاريع تجارية واستثمارية مع مختلف المستثمرين وسيدات الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة. كما أعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بإنجازات المرأة البحرينية على الصعيد الوطني وإسهاماتها في عملية التطوير وصنع القرار وتقلدها أعلى المراتب والمناصب الرفيعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، متمنيا جلالته للوفد الزائر طيب الإقامة في المملكة والتوفيق في زيارته للمملكة. وأعرب وفد سيدات الأعمال بروسيا الاتحادية عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة على ما حظي به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأشدنا بجهود جلالته وحرصه على تطوير العلاقات البحرينية الروسية والنهوض بمستوى التعاون الثنائي لا سيما في قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار. وقدم الرسام الروسي فازلي لوحة فنية إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم.